اولا كنشكروا الجريده ديال النبا الجريده الالكترونيه، كنشكروا الاخوان المناضلين ديال العين حروده والغيورين على الشان الرياضي، وكنستنكروا من هذا المنبر يعني هذيك السريه اللي كان غيتم فيها الجمع العام، لهذا في حد ذاته راه خرق القانون لا ديال القانون او الميثاق ولا سميتو التاسيس ديال القانون ديال التاسيس ديال الجمعيات. انا كنشوفوا اليوم ان جاوا الناس الغيورين الرياضيين ولاد المنطقه وانهم كيطالبوا من هذا المنبر انهم كيطالبوا بالتغيير ديال الرئيس بحجه ان الرئيس ما دار والو. وحنايا كنا كنتبعوا يعني الوفاق كانت لعبه البراج في 97 ولا 98، وكنا تبعنا الفريق في ملعب مركب محمد الخامس، لعبوا في تيران معشوشب، وكانت الفرقه كانت غاده من وراها يعني السنوات الاخيره، ولينا كنشوفوا الفريق انه كيغرق، ان اللاعبين كيتشكاو، ان الرياضيين ولاد المنطقه حتى هما كيتشكاو، وانا كما كنعرفوا ان منطقه عين حروده لا في الشان الرياضي ولا في الشان الاجتماعي ولا في الشان السياسي انها كتعرف واحد التغيير جذري، وان وصل اليوم انا الجمعه باستثنائي بحضور تله ديال الجمعويين والغيورين على الشان الرياضي بالمنطقه، انهم كيطالبوا حسب ما يروج كيطالبوا باستقاله او اقاله الرئيس حسب القانون المؤسس القانون الاساسي ديال الوفاق. ومن هذا المنبر يعني كنوجهوا رساله لجميع الرياضيين الغايرون ان الوفاق فريق عنده تاريخ في المنطقه، وانه فريق يحتضر، ان فريق يموت بسبب سوء التسيير لا ديال الرئيس ولا ديال المكتب. ومن هذا المنبر كنطالبوا ان هاد الناس هادو الله يهديهم يشوفوا من حال هذه المنطقه هذه، ويعرفوا انهم يديروا واحد النقد ذاتي ويصارحوا ذاتهم ويقولوا بارك علينا، نعطيو للشباب ولاد المنطقه اللي لعبوا بحال الجوهره بحال رضوان السبيد بحال الاخوان الاخرين بحال الاخوان دابا اللي كيطالبوا انهم بغاو يدخلوا المكتب الا غيره منهم على المنطقه. وحنا تتسمعوا انك الدور كواليس ان كاينه واحد الشركه معينه انها غادا تعطي منحه، انا الناس كنعرفوا ان التضاربات وهذه، يعني من هذا المنبر كنقولوا كفى من الاسترزاق وكفى من التسلط وكفى من هذا الاستبداد الريادي. طالبونا الاخوان انا وصل الوقت باش ان يعني الشباب ياخذ المشعل كما الاقسام الريادي او الشؤون الريادي الاخرى بحال العاب القوى انها عرفت التغيير، يعني ما نبقاوش نديروا جمعه عامه بسريه ونبقاو ندوزوا اللي بغينا. بارك راه دابا وقت التغيير، دابا المنطقه راه خاصه الشباب، واش الحمد لله ان كما كنشوفوا اليوم ان جاوا بزاف ديال الجمعويين كيطالبوا بالتغيير، ان هاد الناس هادو يقولوا ينعلوا الشيطان ويجيو ويكون عندهم واحد يكونوا صراحه مع ذاتهم ويقولوا بارك علينا وشكرا. بصراحه كنشكر الفاعل الجمعوي الغازي الشهير ديال المنطقه على تصحيح الاخطاء اللي قاموا بها المكتب المسير ديال الوفاق زناته. وكنقول لكم من هذا المنبر فخص اي رئيس يعطينا واحد الاستراتيجيه اللي غيخرج الفرقه واللي غيزيد بها القدام، وهذا الشيء اللي بغينا، وما بغيناش تكون هذيك المده ديال 4 سنين ديال الاستغلال اللي كيوقع، وبغينا حنا الفوتاج من يكون المنخرطين يكونوا كثار باش نبدلوا المكتب من ما بغيناش المده ديال 4 سنين، بغينا المده تكون غير ديال عام، باش الى ما كانش الرئيس اللي عنده كفاءه واللي غيخرج الفرقه من احسن الى احسن، ف قص ضروري التصويت من العام لعام. فهذا هو النظري ديالي واللي بالنسبه ليا هو اللي غادي يوصل الفرقه الى الامام، وشكرا.